السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا مره اخرى. اذا اليوم غنشوفوا درس مهم جدا اللي هو ايتيد دي فونكسيون، دراسه الدوال. ومن خلال هذا الدرس هذا غنتعلموا كيفاش نرسموا المنحنيات ديال الدوال. علاش؟ حيت كتعطي لك واحد الداله وكدير ليها الدراسه، وفي الاخر خصك ترسم لا كورب ديالها. باش ترسم عاوتاني لا كورب ديالها خصك تعلم مجموعه من التقنيات. واول فقره غنبداو بها في هذا الدرس هي لي برونش انفيني، الفروع اللانهائيه. هاد الفروع اللانهائية مرتبطة مع النهايات، كتحسب بشي نهاية وكتعطي واحد التأويل هندسي. شنو هو التأويل الهندسي؟ هو واحد التصور كيفاش غيكون الطرف الأخير ديال المنحنى قبل ما ترسمو، باش ملي غترسمو تعرف كيفاش غدير ليه. كيعطيك واش أولا كتلقى واش هاد الطرف الأخير ديال المنحنى كيكون داير على شي مستقيم، ولا كيقرب لشي مستقيم، ولا كيقطع شي مستقيم، باش يسهل عليك ترسم لاكورب ديال هاد لافونكسيون هادي اللي درتي ليها الدراسة. إذا حنا غنعطيوكم هاد الشيء هذا بالتفصيل وشوية بشوية باش كلشي يفهم، حيت إلا ما فهمتيش لي برونش أنفيني هاد الدرس هذا ما غدير فيه والو. ديما كتستعمل لي برونش أنفيني باش ترسم المنحنيات ديال الدوال. إذا نتوما غتاخذوا ورقة وستيلو باش تكتبوا معايا هاد الشيء اللي غنعطيكم دابا. إذا كما قلت غنبداو بأول فقرة اللي مهمة بزاف ولازم عليك وضروري وإجباري باش تفهمها. ضروري ضروري، ماشي زعما لا راه إذا فهمتها مزيان ما فهمتهاش مزيان، لا ما فهمتيهاش صافي هاد الدرس مشى لك. دونك كما قلت لي برونش أنفيني، الفروع اللانهائية، راه غير من السمية باين الفروع اللانهائية، زعما الطرف الأخير ديال المنحنيات كيفاش غيكون، واش غيكون داير على شي مستقيم، ولا كيقطع شي مستقيم، ولا كيقرب لشي مستقيم. كتحسب النهاية ومن خلال ديك النهايه كتعرف كيفاش غيكون الطرف الاخير ديال المنحنى. اذا انا غنعطيكم كل حاله بوحده، كاينين تقريبا على ما اعتقد 6 الحالات ولا 7، المهم انا غنكتب وحده بوحده باش ما نزربوش على هذا الشيء هذا. وفي الرسم غنحاول نرسم داك الطرف الاخير ديال المنحنى اللي غنلقاو في التاويل اللي غنعطيكم. اوكي، ماشي غنرسم لا كوب كامله، حيت حنا الا بغينا نرسموا لا كوب كامله راه خصك الدراسه ديال الداله من دي دو اف، الاشتقاق ديالها، طابلو دو فاريسيون ديالها وكلشي. ولكن حنا دابا اللي كيهمنا بدينا بلي برونش انفيني، يعني كيفاش غيكون الطرف الاخير ديال المنحنى. يلا ردوا معايا البال عافاك. مرتبط بلي ليميت، مثلا كتحسب واحد ليميت اكس تونفير ا، هاد هذا راه ان ريال يعني عدد حقيقي ديال اف دو اكس اللي بغيتي الدرس هذا بطبيعه الحال. وكتلقى في النتيجه اما بلس ولا موال لانفيني. ديما الا حسبتي ليميت عند عدد ولقيتي لانفيني اما بلس ولا موال لانفيني، هذه عندها واحد التاويل الهندسي. شنو هو التاويل الهندسي؟ كنقولوا في هذه الحاله هذه سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس تيغال ا. العربية سي اف يقبل مقارب عمودي دو المعادلة اكس يساوي ا. هادشي اللي غتكتب في التأويل الهندسي امتى؟ الا حسبتي عند عدد ولقيتي لانفيني، ماشي شي حاجه اخرى. الا حسبتي عند عدد ولقيت عدد ماشي هادشي اللي غتقول. المهم الحاله الوحيده فاش غتقول هاد التأويل هذا ملي كتحسب عند عدد وكتلقى اما بلس ولا موال انفيني. راك دابا نديرو هندسيا يعني جيومتريكمون نرسموه. شنو كنقصدو به؟ اول حاجه خصك ترسم اكس يساوي ا، داك المستقيم داك لا دروات كيفاش غيكون؟ عمودي. إلا كان إكس كيساوي جوج راه غيدوز من جوج حيت جوج كاين هنا. إلا كان إكس كيساوي ناقص واحد راه غيدوز من ناقص واحد، المهم غيكون عمودي فيرتيكال. إلا كان إكس كيساوي ستة غيدوز من ستة، إلا كان إكس كيساوي زيرو غيدوز من زيرو، يعني أصل معلن وهكذا. إذا عقلوا عليها مزيان، حيت كاينين بزاف ديال التلاميذ للأسف كيديروا خطأ في هذا الرسم ديال هذا النوع ديال المستقيمات. ديما إكس كيساوي عدد كيفاش كيترسم؟ عمودي، كيدوز من داك العدد. انا دابا داك ا ما عرفتش شحال كيساوي، انا غنرسمو عشوائيا حيت ا ما عرفناش شحال كيساوي. غنفترضوا مثلا ا كاين هنا، ها هو ا. الا كاين ا كيساوي ناقص جوج ولا شي حاجه اخرى راه غيدوز من ناقص جوج وهكذا. يلا غنرسمو غيدوز من ا، مثلا ا هي هذه، غيكون عمودي موازي للاراتيب لاكس ديزوردون.
هذا هو اكس كيساوي ا. كيفاش غيكون لا كورب سي اف ادمي اون اسامبتوت فيرتيكال ديكواسيون اكس تيكال ا؟ اسامبتوت شنو كنقصدو به بالعربيه؟ يعني يقترب. عندك جوج حالات، جوج حالات بلا ما تضرب، بلا ما تجلى، بلا ما تلف، جوج حالات. يقدر يكون لا كورب كيقرب او لا كيبعد. ملي كيقرب كنسميوه اسامبتوت، ملي كيبعد كنسميوه برونش، كيكون عباره عن برونش بارابوليك، يعني فرع شل جيم. دونك حنا قلنا راه السي اف كيقرب لهذا المستقيم هذا، بمعنى راه داك السي اف يقدر يكون بحال هكا. شوف كيقرب زعما كيجيه وكيقرب ليه الطرف الاخير ديال السي اف بطبيعه الحال. اما هنا ما عرفناش دابا، مازال ما عرفنا كيفاش غيترسم. المهم اللي كيهمني الطرف الاخير، اما من هاد الجهه او لا من هاد الجهه، حيت اللي كيورينا هو دراسه الداله اللي غنشوفو من بعد، او لا من هاد الجهه او لا من هاد الجهه. المهم السي اف كيقرب لهاد المستقيم هذا، هذا هو معنيت كيقرب، يعني ما كيتلاقاش معاه غير كيقرب ليه. صافي كيقرب لي اما هاد الحاله هادي ولا هاد الحاله ولا هاد الحاله ولا هاد الحاله. عندك اربعه ديال الحالات، ما غترسمهمش كاملين بطبيعه الحال. التمرين كيورينا اش من حاله، واش هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. المهم هكا غيكون الطرف الاخير. اذا هادي النهايه الاولى، دابا غنمسح الصبور باش نمشيو للنهايه الثانيه. اذا دابا غنمشيو للنهايه اخرى، حيت كما قلت كل النهايه والتاويل ديالها. اوكي، اذا مثلا حسبتي الليميت، ليميت x tend vers plus ou moins l'infini، يعني ما بلس ولا موان انفيني ديال واحد لا فونكسيون اف، وفي الاخر لقيتي واحد العدد بي، اما 0 2 ناقص 3 4 6، المهم واحد العدد كينتمي للار. في هذه الحاله هذه شنو هو التاويل؟ شنو كنقول؟ كنقول سي اف ادمي يقبل اون اسامبتوت horizontal d'équation y تيغال b. cf يقبل مقارب افقي horizontal افقي دو المعادله y كيساوي b. عقلوا عليا مزيان، ديما الا كتحسبي عند الانفيني ولقيتي عدد كتعطيها التأويل، ماشي إلا حسبتي عند لانفيني ولقيتي لانفيني. أوكي، إذا هاد الحالة الوحيدة فاش غتقول هاد التأويل هذا. راك دابا نرسموه، نرسموه كيفاش، شنو كنقصدو به هندسيا جيومتريكمون. أول حاجة كترسم هاد لا دروات هذا اللي هو إكغيك كيساوي بي. كيفاش غيكون؟ قلنا أفقي يعني ناعس. مثلا إكغيك كيساوي واحد غيدوز من واحد، إكغيك كيساوي ناقص 3 غيدوز من ناقص 3، إكغيك كيساوي 0 غيدوز من 0. المهم كيكون أفقي وكيكون من دايز من داك بي. حنا ما عرفناش دابا شحال كيساوي بي، أنا غنعتبر بي كاين هنا. أوكي، أنتم راه إلا كتساوي بي صفر غيدوز من الأفاصيل نيت، يعني لاكس ديزابسيس هو نيت لاكس ديزابسيس. إلا كيساوي بي جوج راه غيدوز من جوج. أنا درت بصفة عامة، داكشي علاش غندير غنعتبر هاد البلاصه هادي مثلا هي بي. اذا هذا هو اللي كيتسمى ايغريك تيغال بي. قلنا اسامبتوت، اسامبتوت حيت اما المنحنى اما غيكون مقارب او لا كيبعد. اسامبتوت يعني كيقرب ليه، غيقرب سي اف راه غيقرب بالدارجه، سي اف راه غيقرب لهذا المستقيم ايغريك يساوي بي. شنو كنقصد بكيقرب؟ زعما راه الطرف ديال المنحنى الاخير غيكون كيقرب لهذا المستقيم هذا، اما من هذه الجهه او لا من هذه الجهه حسب دراسة الدالة. كاينين ربعة الحالات، أو لا من هاد الجهة أو لا من هاد الجهة، وحدة فيهم. من بعد حنا راه غنعرفو كيفاش نختارو وحدة من هاد ربعة هادو. إذا هاد الشيء اللي كاين بالنسبة لهاد النهاية. دابا غنمسح صبور نمشيو نشوفو تأويل أخرى. إذا دابا غنشوفو واحد الحالة أخرى وغتنتبهو معايا مزيان. مثلا ملي كنحسب الليميت، ليميت إكس تنفير بلوس او موان انفيني اف دو اكس، وفي الاخر كتلقى اما بلوس ولا موان انفيني. بطبيعه الحال هاد الليميت هادي ما كتشبهش ليا الوحده من دوك النهايات اللي كنا درناهم في سابقا، يعني ما غنديرش دوك التاويل الهندسيه.
في هذه الحاله هذه ديما ملي كتحسب عند لانفيني اما بلس ولا مولا انفيني وكتلقاني في النتيجه بلس ولا مولا انفيني هذه ما عندهاش تاويل هندسي بلا ما تخترع شي حاجه من عندك تقول مثلا سي اف ادمينا سامبتوت ولا شي حاجه بحال هكا ما عندهاش تاويل هندسي. ملي كيطلب منك الدرس الفروع اللانهائيه ولا يعني ديتيرميني لي برونش انفيني في التمرين وكتلقى وكتحسب الليميت عند لانفيني وكتلقى لانفيني انت اوتوماتيكيا غتحسب واحد النهايه اخرى اوكي يعني تتبع دوك الخاصيات ديال لي برونش انفيني واخا ما نطلبش منك تحسب هذه النهايه دابا اللي غندير انت اوتوماتيكيا خصك تعرف واش غتحسبها انت غنعرف واش غنحسبها ملي كنحسب عند لانفيني وكنلقى لانفيني عاد كنجي كنحسب هذه الليميت هذه كندير ليميت واخا ما نطلبش منك كما قلت اكس تنفير موان او بلس لانفيني حسب داكشي اللي كتحسب هنا اف دو اكس ديفيزي باغ اكس اف دو اكس على اكس وديك الساعات كتحكم على النتائج اللي غتلقى في هاد اف دو اكس على اكس عاوتاني كل النتيجه عندها تاويل ديالها. نديرو الحاله الاولى مثلا ملي كنلقى زيرو اف دو اكس على اكس لقيت فيها زيرو في هاد الحاله كنقول سي اف ادمي اون برونش بارابوليك اون برونش بارابوليك de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus ou moins l'infini حسب داكشي اللي كتحس فيه النهاية. اوكي اذا هنا شنو قلت اسيدي راه سي اف يقبل فرع شل جميل اتجاهه المستقيم او اتجاهه محور الافاصيل لاكس ديزابسيس هو محور الافاصيل بجوار لانفيني اذا كتحسب النهايه عند بلس لانفيني راه غتقول بجوار بلس لانفيني الا كتحسب عند مول انفيني غتدير بجوار مول انفيني حيت كاين اللي كيدير واحد الخطا في التلامذ كيلقى ديك النتيجه كيقول لك مثلا بجوار زيرو راه ماشي النتيجه اوكي ماشي النتيجه اللي سميتو هنا يقدر تلقى بلس ولا موان ولكن انت مثلا يقدر تحسب عند بلس وتلقى موان ماشي او فوازيناج دو موان انفيني داكشي اللي كتحسب فيه الليميت. اذا هنا بعجاله شنو كنقصدو عندك كما قلت جوج حالات اما المنحنى غيكون اسامبتوت يعني كيقرب او لا غيبعد ديك غيبعد كنقصد به برونش بارابوليك يعني غيكون على شكل بارابول جوج حالات ما عندك فين تلف ولا فين تجلى. بالدارجه شنو كنقصدو قال لك اسيدي راه المنحنى غيدور على محور الافاصيل فين هو محور الافاصيل هو هذا حتى هذا راه كيديروا فيه مجموعه من التلاميذ خطا كيحسبهم واش هاد الاراتيب هو محور الافاصيل. اذا الطرف الاخير ديال المنحنى غيكون داير على الافاصيل كون قلنا اسامبتوت غنقولوا غيقرب للافاصيل ولكن دابا برونش بارابوليك يعني غيبعد عليه اذا اما غيكون بحال هكا بحال كيوازيه هو ماشي كيوازيه غير بحال باش تفهموا الفكره هكا غيدور على الافاصيل اما من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه وحده من هاد الربعه هادو ماشي كنديروهم بربعه ولكن كنختاروا وحده منهم حسب الدراسه اللي كنديروا في التمرين. اذا هادشي اللي كنقصدو بهاد التاويل هذا انتم من بعد راه غنشرح كلشي عاوتاني ملي غنرسموا لاكوب ديال شي داله بصفه عامه. دابا غنمسح السبوره باش نمشيو لتاويل اخر. بالنسبه للحاله الاخرى ملي كنحسب الليميت اف دو اكس على اكس ولكن ما لقيناش زيرو لقينا اما بلس ولا موال انفيني حيت كما قلت ملي كتحسب انت هاد الليميت هادي راه كيكون عندك مجموعه من الحالات يعني كل حاله والنتيجه ديالها. في هاد الحاله هادي كنقول سي اف ادمي اون برونش بارابوليك de direction l'axe des ordonnées l'axe ديال الاولى au voisinage de l'infini et ma plus ou la
موان لنفيني حسب داك الشيء اللي كتحس فيه النهايه. اشنو كنقصد هنا بالدارجه؟ زعما راه المنحنى غيدور على محور الاراتيب، اوكي غيدور على محور الاراتيب ماشي غيقرب ليه، حيت ما قلناش اسامبتوت، قلنا برونش بارابوليك. فين هو محور الاراتيب؟ هو هذا، يعني الطرف الاخير ديال المنحنى غيكون داير على الاراتيب، اما بهذا الشكل ولا بهذا الشكل ولا بهذا الشكل هذا ولا بهذا الشكل، يعني وحده من هاد اربعه او الثانيه، يعني امور واضحه جدا. دابا غنمسح سبوره باش نمشيو للحاله الاخرى. رد معايا البال مزيان لهذه الحاله الثالثه. دابا ملي كنحسب اف دو اكس على اكس وكنلقى واحد العدد ا، واحد العدد ا كينتمي لار، بحيث تلك هاد ا هذا كيخالف ليا زيرو. علاش قلت كيخالف ليا زيرو؟ حيت الا كيساوي زيرو راه غنقول المنحنى راه غيدور على لي زابسيس، لاكس دي زابسيس كما قلنا. ولكن دابا الا كان كيساوي واحد ولا جوج ولا ناقص ثلاثه ولا ناقص جذر اربعه، المهم شي عدد بلا صفر، حيت كما قلنا الا كان كيساوي صفر راه درنا التاويل ديالها. فهاد الحاله هادي ما عندهاش تاويل، بلا ما تخترع عاوتاني شي حاجه من عندك، اوكي؟ اذا ملي كتلقى في اف دو اكس على اكس واحد العدد كيخالف زيرو، كتمشي للحاله الثالثه، كتحسب واحد الليميت اخرى. شنو هي هاد الليميت الاخرى؟ كدير اكس تونفير دائما عند موان ولا بلوس لانفيني، كتحسب اف دو اكس، اف دو اكس موان ا اكس، صافي؟ يبدا كنحسب اف دو اكس ناقص ا اكس حتى كنلقى في اف دو اكس واحد العدد اللي كينتمي لاغ وكيخلف ليا زيرو. عاد كنجي لهاد المرحله الثالثه، وهاد المرحله الثالثه فيها جوج حالات، اوكي جوج حالات. الحاله الاولى فاش كنلقاو في النتيجه واحد العدد بي، اما زيرو جوج اربعة ستة واحد، المهم دابا ما كيهمش هاد بي الا كان زيرو، المهم عدد كينتمي لاغ. هاد الحاله هادي كنقول اسيدي سي اف ادمي اون اسامبتوت اوبليك ديكواسيون ايغريك تيغال ا اكس بلس بي او فوازيناج دو لانفيني. اشنو قلت دابا؟ سي اف يقبل مقارب مائل، مقارب مائل دو المعادلة إيكغيك كيساوي ا اكس بلس بي بجوار او فوازيناج دو بلس او موان لانفيني. إذا أول حاجة أنت شنو غدير؟ غترسم بعدا هاد إيكغيك كيساوي ا اكس زائد بي، مستقيم وكيكون مائل. ديما شي مستقيم الا بغيتي ترسمو كتختار جوج نقط، هادشي راه درتوه في السانكيام وفي السيزيام وغنعاودوه ملي غنبقاو نخدمو التمارين. انا غنرسم هاد المستقيم هذا كما قلت غيكون مائل، هذا ديما الا رسمتيه حيت مكتوب على شكل داله خطيه، هذيك كتسمى داله ولا داله تالفيه، يعني كيكون اما بهكا اما غيكون بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا، يعني ما كيكونش عمودي ولا افقي الا في حالات خاصه. انا غنرسم عشوائيا حيت ما عرفتش شحال كيساوي بي وشحال كيساوي ا. اللي كيهمني هو انكم تعرفوا كيفاش كيكون الطرف ديال المنحنى. مثلا غنرسمو بحال هذا الشكل، ملي اختاريت جوج النقط باش نرسم داك المستقيم، حيت اول حاجه كترسمها بحال داك اكس كيساوي ا كيكون عمودي، ولكن هذا لا حيت فيه ا و بي، انا كترسم مستقيم ها المعادله ديالو. مزيان، كيفاش غيكون المنحنى؟ واش غيقرب ليه ولا غيبعد عليه؟ غيكون بحال الطرف ديال البارابول؟ لا غيقرب ليه حيت قلنا اسامبتوت، ها هو داك المستقيم، يعني الطرف الاخير ديال المنحنى اما غيقرب ليه من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، هادي حسب التمرين هو اللي كيعطيك اش من وحده غتكون صحيحه، اوكي؟ دونك هادشي اللي كنقصد بهاد التاويل هذا. دابا غنمسح السبور باش نمشيو للتاويل الاخير. اذا بطبيعه الحال بقات لينا حاله اخيره، حيت الا ما لقيناش عدد غنلقاو لانفيني، اوكي؟ الحاله فاش كنلقاو عدد راه عطيناها. دابا ملي كتلقى لانفيني ما بلوس ولا مو لانفيني، فهاد الحاله هادي كنقولو سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون
لا دروات. ديكواسيون إغريك تيغال AX أو فوازيناج دو لانفيني ما بلوس ولا موال لانفيني حسب تما فين كتحسب النهاية. أشنو قلت؟ قلت سيدي سي اف يقبل فرع شل جميع اتجاهه المستقيم دو المعادلة إغريك كيساوي AX. اول حاجه خصني نرسم هاد ايغري كيساوي اكس ا اكس ونشوف واش المنحنى غيقرب ليه ولا غيبعد عليه. طبيعه الحال غيبعد عليه حيت قلنا برونش بارابوليك الاكس ديالها سامبتوت غيقرب ليه. اوكي غيكون داير عليه بحال الشكل ديال البارابول. ايغري كيساوي ا اكس حتى هو راه كتختار جوج نقط باش ترسمو. مثلا الا كان ايغري كيساوي واحد في اكس راه هو نيت هذا كيدوز من الاصل المعلم وكيكون المنصف الاول. الا كان كيساوي شي حاجه يقدر يكون بحال هكا يقدر يكون